فحارة السقايين أيام بتحكي تاريخنا وتراثنا، قالوا عنها في الأمثال كلام ما طلعش من راسنا، ولسه مكملة الحكايات وقلب الحارة باب مفتوح. وحكايتنا اللي هنقولها بتبدأ عند ولاد ممدوح. زمان في البلكونات كنا متعودين نعلق توب، ودلوقتي بقينا خلاص نجيب الجاهز المفروم، تدور المفرمة وإيدك عليها مش سامع حارس، لحد ما يخلص الموسم في آخر فترة من مارس. كل سنة وانت طيب يا عم أيمن. وانت بخير وصحة جيدة إن شاء الله. يا رب. إحنا وأمة محمد أجمعين. الحمد لله. الشارع شكله جميل والزينة حلوة. عشان انتوا شرفتونا ونورتونا بجد والله. إحنا في حارة السقايين يا عم أيمن؟ طبعاً. إيه الموضوع ده؟ دي حارة السقايين اللي باعوا فيها المية. اللي ما باعوه ما عرفوش يبيعوا فيها المية. اللي باعوا فيها المية. اللي باعوا فيها المية. اللي احنا بعنا المية هنا للدنيا كلها. فعلا. ده أيام بقى أجداد وأجداد وأجداد. صحيح في حنفيات لسه باقية في الحارة؟ إيه للأسف كان في سبيل كتير وبتاع واللي هد وبتاع، وكان في سراديب. كان في سراديب. فيها مية عذبة، دي سراديب تودي لحد النيل. يعني مياه جوفية سرحة من النيل. أنا عندي هنا ثلاث أبار مياه عذبة. وبالتالي كانت حارة السقايين. وعندي هنا دي برضه أنا عاملها صدقة جارية على روح كل أمواتنا المسلمين أجمعين، دي من أيام جدودي، وإحنا عاملينها برضه سبيل لله. هنا مية. سبيل هنا. واللي يشرب بق مية من هنا ده يبقى حاجة تانية خالص. طب أنا لازم تشربني مية، مش كله توم. دلوقتي احنا هنا في اولاد ممدوح، انتوا كام اخ يا ايمن اللي فاتحين المحل ده؟ احنا كلنا ستة ما شاء الله. اربعة رجاله واثنين ستات. تمام. والستات بتشتغل برضو هنا؟ في اختي الكبيره على المعاش، والثانيه ست بيت، واخويا الكبير بقى الاكبر واحد ده عايش في امريكا. انت يا عم ايمن وفوق منك مين؟ انا اصغرهم. انت اصغر واحد. الشيخ شكري ده اكبر مني. اكبر اللي اكبر منك على طول الشيخ شكري. والحاج سعد ده اللي اكبر من شكري. وبعدين عم سعد. واخويا احمد الكبير ده اللي بره. ده اللي في امريكا. واثنين بنات. حلوه الاسمه دي قوي. الله يخليك. اسمه جميل. بتعملوا ايه بقى في المحل ده يا عم علي؟ احنا هنا بنعمل كفته وطعميه وكبيبه وكفته السيخ، فرم الجزر، فرم ثوم، فرم بصل، فرم الليمون، فرم اي حاجه نفرمها بالنسبه للتخليل، اسماك، كبده، كبابجيه، طفول، كل المطاعم احنا هنا سرهم كله معانا. يعني انت مفرمه صناعي. تمام. يعني مش زي بتاعه البيت، يعني ايه الفرق بين مفرمتك دي ومفرمه بتاعتي انا مثلا؟ هنا دي شغل تجاري، شغل اكل عيش. كان ايام جدي وابويا الله يرحمه كان شغل يدوي، ما كانش فيه كهرباء زي النحاسين والعطارين وبتاع الكلام ده. طبعا لما دخلت الكهرباء وبتاع بدا في بقى في مكن وفي شغل حديث وكده وبتاع، والحمد لله. انت عندك كام مفرمه هنا؟ انا عندي واحد اثنين ثلاثة فيهم واحد ميجوز مفرم بروحين يعني. ميجوز بس تبقى نفس الحاجه؟ لا، حاجتين كل حاجه مستقله بذاتها. عايز تعرفني على عم سعد عشان نشوف مين كمان شغال؟ الحاج سعد. ينفع يا عم سعد تنضم لينا في التصوير؟ عم سعد، دلوقتي احنا كل اللي قدامنا توم. الصبح كان عندكم حاجات تانية بتتفرق؟ بنعمل طعمية. انتوا بقى اللي مسؤولين عن الخلطه ولا الراجل بيبقى مجهز لك كل حاجه؟ هم بيجيبوا كل حاجه واحنا بنعملها. يعني زي ايه مثلا؟ زي الفول والخضار والبصل والثوم، كل حاجه بالعيار اللي هو عايزه. اللي هو عاوز. واحنا اللي بنطحنها له. ها، وايه كمان؟ انت قلت لي طعميه بتيجي الصبح. وبعد من 9 كيلو تبتدي بقى الفرم الطعميه، كفته واللحم. كفته الكبابجيه مثلا؟ لا، كفته اللي هي الرز. كفتة رز. بس دي لبيوت عادية؟ للبيوت العادية. بيجيبوا اللحمة، بيجيبوا الرز، بيجيبوا الخضار، واحنا بس احنا مخصصين طحن بس. وانت اصلا قلت لي يا عم سعد ان الشغلانة كانت اصلها خالص الطعمية. الطعمية. امتى ابتديتوا تعملوا توم اكتر؟ يمكن حوالي من 40 سنة. 40 سنة؟ ده حاجة جديدة قوي. ده احنا اساس. انتوا اقدم ناس في القصة دي. دخلت الموسم بتاعه التومية ما بتنفعش تخزين. امتى الموسم بتاعه؟ اللي هو يعتبر من اول اتنين، لغايه شم النسيم. اول اتنين دوت ما ينفعش التخزين، التوم اللي بيطلع ما ينفعش ايه؟ يتخزن، بيتشرب. لان يعتبر لو اتقعد سليم هيفصل، هيبقى فاضي خالص. ما ينشفش. مش هي... لا هينشف بس عامل زي الرقاق. يبقى فيه حبوب، ما يبقاش فيه. ايوه، يبقى عامل زي الرقاق فوق على الميه. ايوه، عامل زي البصل. يبقى عامل زي البصل.
طبعا زادت عليها بقى ايه موظفين، هي اللي زودت برضو الايه الشغل معانا. ليه؟ طبعا عاوزين حاجه جاهزه بيفرموا ويحطوا في الفريزر، وبرضو في ايام بتبقى ايه التوم ده بيوصل ل 40 و50 جنيه. يعني الناس التانيه ايه يعني هي خدت من هو دلوقتي الكيلو بكام مثلا؟ الكيلو ب 8 دلوقتي بفرمه كله، يوصل ممكن ل 50 جنيه. يوصل ب 50 جنيه دي في حاله ايه؟ في اخر اوانه، قبل ما ايه يعني في شهر 12 شهر 11 يبتدي يبقى قرب إيه؟ على قرب يخلص من السوق، بيبتدي سعره ايه يعني. الموظفين بيساعدت على ايه؟ انت عايزه تعمل حاجه من غير ما تفصص وتطلع من الفريزر، السهل الممتاز على طول ايه؟ السهل الممتاز. وانت حاسس ان التوم اللي طالع من الفريزر ده زي التوم بتاعنا ده اللي نعمله كده؟ اهم حاجه الخلاصه اللي جوه بدل الزيت بتاعه الخام موجود ومحفوظ جوه البطرمان، مش في كيان، في برطمان. برطمانات يبقى كويس. طيب نروح بقى نشوف المراحل المختلفه. اول مرحله التقشير. تمام. هروح بقى اتفرج كده على مرحله مرحله. وانت داخل من سوق الاتنين المشهور في قلب حي عابدين، هيلفت نظرك لوحة صغيرة منقوش عليها اسم الحارة الأصيلة اللي عمرها يزيد عن 150 سنة. حضنا بين جدرانها آلاف الحكايات من الزمن اللي فات عن مهنة مش باقي منها غير اسمها. على شمالك هيلفت نظرك مئذنة قديمة بتزينها نقوش وزخارف إسلامية لمسجد أبو طبل اللي اتبنى على أنقاض جامع الأمير شمس الدين صنقر، وبعدها هتعدي على كنيسة رئيس الملائكة غبريال اللي ابتدى بناها أيام سعيد باشا على طراز عمارة القرن ال19، بتزينها منارتين مع بيوت الحارة العتيقة، وهتلاقي مقام وجامع قديم للشيخ عبد الرحمن الصحابي، وبتنتهي الحارة بعد لما نوصل لتقاطع شارع سويقة السبعين. ست مديحه. نعم. انت اختهم الكبيره ست مديحه؟ انا اكبر واحده فيهم. اكبر واحده في الاخوات كلهم. كنت شغاله زمان لما كان مامتك وباباكي شغالين؟ انا لا، انا موظفه. انت موظفه دلوقتي؟ بس طلعت على المعاش. طلعتي على المعاش. عمرك اشتغلتي معاهم الشغلانه دي؟ لا، انا اشتغلت في يعني من امي سنتين بقت على المعاش، قعدت كنت بساعد بنشي هنا. لما طلعتي على المعاش حتى بعد المعاش ابتديتي تشتغلي الشغلانه دي؟ انا مع بنتي بساعدها. وبنتك بتشتغل تساعدهم برضه؟ كانت بتساعدهم. بس هي موظفه برضه؟ لا، بنتي خريجه طيران وما بتشتغلش. لا، بس كانت ساعات تساعدهم في المحل. بتساعدهم عشان تجيب مصاريفها وكده. جدع. وانت يا دعاء انت جارتهم ولا تعرفي تعرفي؟ لا، انا جارتهم هنا. من نفس حاره السقايه؟ انا جارتهم ووالدتهم الله يرحمها مربياني. لا، انا من على الشارع بره. من هنا بس؟ من نفس المنطقه من عابدين؟ من السوق. وانت طول عمرك متربيه هنا يا سيدي؟ انا بقالي 60 سنه هنا. 60 سنه؟ يعني ساعه ما كنت مولوده هنا. معلقين صوره راجل كبير قالوا لي ده خالي، ده مربي ابويا. وصوره تانية كده الست وراجل وست وراجل. مين دول يا مين دول؟ الراجل الاسمراني اللي هو في الاول ده قال مربي والدي. ده خالي. خالي مربي والدي. مربي والدي. كان بابا كان خريج ازهري، ولما بابا توفى ساب الازهر اشتغل مع مين؟ مع خالي في المفرمه هنا. قال لي عشان ما تجيبش حد من بره يقف مع والدتك اللي هي ستش. والدك اتوفى امتى يا استمادي؟ بقاله 10 سنين. بقاله 10 سنين. وهو مكتب. اللي كان شغال بقى مع خالك، وخالك اللي بدا شغل المفرمه ده. خالي وخالي ووالدي هما اللي علموا بعض يعني. خالي علم والدي. وستي الله يرحمها ام ابويا هي اللي كانت قاعده معاهم، هي هي ماسكه برضو والصور اللي انتوا حاطينها فيها ستات ورجال. دي والدتي ومرات عمي كانت برضه شغاله معانا. وخالي ووالدي. انا حسيت ولما قلت لهم عايزه اسجل مع حد قالوا لي سجلي مع ست مديحه وسجلي مع دي اختنا الكبيره. يعني انا حاسه ان في مساواه قوي في العيله دي. أيوه. الستات واخده وضعها في العيله. ايوه، هم اللي كانوا ماسكين المحلات وهم كانوا ماسكين مع الرجاله المحليه. طول عمري والدتي شقيانه مع والدي. وانت دعاء اللي من ساعه ما قعدت وانت ماسكه التوم ما فرضتهوش، بتشتغلي بقالك قد ايه في القصه دي؟ واحده بقالنا بتاع 13 سنه عموما بتقشري التوم ده. بس التوم ده انا عمري ما شفت التوم ده في حياتي، يعني التوم اللي بيجي لنا بيتنا ما نشفش. بيبقى مختلف عن ده. ما التوم اللي بيجي البيوت بيبقى خلاص الموسم بتاعه خلص بيبقى نشف. احنا دلوقتي ده التوم ده اخضر. ده بدايه التوم، الموسم بتاع التوم الطريق.
اللي هو بتاع الفرم ده اللي بيتفرم. ولما يتفرم اقدر بقى افرم كله ببعضه كده الحته الخضراء براحتك وكل... في ناس بتفرمه بالحته ديت وفي ناس بتبقى عايزه راس بس تفرق ابيض إيه؟ بس تفرق ايه براحته بيبقوا مش عايزين حته من الشرش بتاعه. ايوه الشرش ده يعمل ايه في الطعم يغير ايه يعني؟ ولا اي حاجه ولا حاجه صح ولا حاجه لا بيعمل ريحه اجمد ولا ريحه اضعف بيعمل ريحه لا اجمد شويه اجمد اشد شويه اشد وفي ناس بتحب الراس بس ها وفي ناس بتحب الفصوص وفي ناس بتستنى لما ينشف خالص ويتفصص زي في بيتنا يعني زي في البيوت بس ده حلو جدا انا اول مره اشوف في الاختراع ده ده من زمن الزمن ده بيتفرم وبيتشال في الفريزر وبيطلعي منه زي ما انت عايزه. سالت على فكره زباين بيطلع حلو برده قالوا لي حلو جدا. انا بخزنه برده بخزنه السنه السنه. ايه تاني اللي بتحضروه كده ولا هو توم بس؟ لا توم في ناس بتعمل مثلا بنجيب لنا عظه بصل عشان برده الخزين برده خزين بنعمل البصل بيتفرم برده وعندنا فرم قوطه فلفل كل ده بيتفرم تخلي لي الحاجات دي وانت تقعدي تحضري كل الحاجات دي في الدعاء اللي بيتطلب بيتعمل بعد بقى ما التوم بيتقشر و... ويتحضر وفي الحته دي اروح بقى فين المرحله اللي بعد كده المرحله أتفرق. تخش المحله كده عند سعد كده على أيوة. المكنه بيتفرم عند عم سعد وعم ايمن في بقى مكن فرن انا هقوم اتفرج على المراحل المختلفه يلا مع السلامه يا عم ايمن ايه الاوردرات اللي كنت بتديها دي ايه اللي بثمانيه وايه اللي بتقيد فين وريني كده السيرك بتاعك ده ايه ده ده اليوميات بقى بتاعتك دي ولا ده اللي بتقيد بيه الاوردر لا دي حجوزات عشان في ناس بتبقى جايه من اخر الدنيا وفي ناس مسافره وفي ناس تنظيف ركع تنظيف ركع تنظيف المرحله اللي احنا شفناها دي مع الست دعاء التنظيف هو اللي بياخد وقت ايه اللي بثمانيه وايه اللي بثمانيه ده اللي هو يعتبر بعروشه بفرمه وتنظيفه بالثوم بتنظيفه في فرمه ده ب8 جنيه بس الكيلو مش هيطلع كيلو لا كيلو الثوم ما يطلعش امال انت ب8 الصافي ده ب8 الصافي ده اللي هو كيلو كيلو على الميزان ده 25 جنيه كيلو على الميزان 25 كيلو ده ب8 تمام طب وهي بتاخد من ده ليه ما هو في الاخر بتضحك على روحها ما هو لو بصيت لها هي وريني بتتعمل ازاي يا ابني حاول مش لازم تغش كل الاسرار بس يعني شويه منه ها الثوم الاخضر حطيناه هنا وبعدين تمام هنبدا نفرم يلا تمام ايه الابيض ده يا ايمن يعني في ماده بيضه كده ده ملح ده ملح ملح من غيره ده ما يعيش وفي نفس الوقت لازم ينعمه من غير ملح يطلع خشن زي الجبنه الرومي يعني الملح هو اللي بيطري فرم الثوم ده واوتوماتيك كده كده انا عندي الوشوش بتاعتي ناعمه في ناس بقى بتيجي عايزه مثلا بتبقى عايزه خشن مفروم خشن ده بترجع له هو بقى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وده ايه اللي بتدق بيه ده دي زقله 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 شكلها شومه ما هي شومه هي الزقله ده عشان ما نحطش ايدينا هنا صح وبتدق جامد ولا بس لازم مجرد لا كده؟ لا لازم يهرس بعد اذن حضرتك كده؟ طب مش هعرف اهرس يعني. ايوه. الله امال لازمتها ايه المكنه لو انت جسمانيا هتقعد حاجه ما عشان ده مكبب يعني ده مش صغير ده بيبقى مكبب كده متقطع اربع تير فلازم ضغط عليها سنه كده. وهو اخضر كده يا ايمن يطلع كله طعم واحد مفيش بقى العرش ده طعم والراس طعم. ده كله لحم. كله لحم. واسخن من كده كمان ثوم يعني اللي بيطلع منه الفواضل بتاعته ده ثوم. الثوم البودر بيتعمل من زباله الثوم. فهو ده بقى يوزن قد ايه مثلا الحبه اللي عملناهم دول؟ وادي ميزانك وحاجتك. ها بسم الله الرحمن الرحيم. عامل كيلو ونص و50 جرام. كيلو ونص ب50 جرام. و50 جرام. ده من ابو 30 بقى ولا؟ من ابو لا من ابو 8. لا ده 8 الله من هو ابو 8. ده؟ ده من ابو 8. كل وقت له وزن. كل وقت ليه سعر يعني ايه الخمسة كيلو ده الصافي بتاع الخمسة كيلو اللي هم بيقرشوا من هنا يعني هي بتوزن ده ابو 8 تمام الصافي بتاعه ده بكام بقى الكيلو ونص دول ب40 جنيه ب40 جنيه ده انت عندك 90% من الثوم من الثومه ذات نفسها بتترمي مع انها برضو اللي فات هتجيبها كام بقى عصير تعمل بيها بيه حاجه تانية بقى ده مش بتاعتنا احنا الزبون ليه اللي هو ايه الخام الراس الخلاص ده اللي يحطه في الفريزر ويطبخ بيه خزنه بقى في بطرمانات في علب بلاستيك في اكياس بتاع حسب بقى طريقته ده يقعد يطبخ بيه السنه كلها حسب استعماله والثوم نفسه مين يجيبه لك بتجيبه منين برضه من سوق الجمله برضه
تمام. بيجي من بحري ولا من إبلي ولا منين التوم؟ إبلي الزرع ده كله بحري. بحري كله. لسه بقى الإبلي ده اللي هو يعتبر من بداية شهر 4. الموسم بتاعه بعده. ده اللي هو بقى التومة الصعيدي اللي هي بتيجي مثلا إن كان من بني سويف أو من المنيا، دي أنضف تومة على مستوى العالم كله. أنضف تومة. في العالم كله. من الصعيد البراني مش من دول. بالظبط بتاعت المنيا. أيوه المنيا وبني سويف. دي ممكن تتأخر مثلا، ممكن تخش لها مثلا في نص شهر 4. وتاني الموسم يبتدي تاني بقى مع التوم الصعيد. مع التوم يعني دلوقتي انت مع التوم البحري وبعد كده في شهر 4 تبتدي برضو تاني. برضه شغالين كده وشغالين كده. والتوم البامبا ده ايه؟ ده احمر صيني مزروع هنا. التوم ده؟ ده البنفسجي ده. ده بنفسجي ده؟ ده صيني سهل في التفصيص بس. ايوه الفصايه بتاعته بحالها البلدي بيبقى بيفرك كده شويه. دي سهل في التفصيص لكن مفيش اي قيمه غذائيه مع ان اغلى مش من البلد. عاجبك ده؟ واغلى من البلد. بقول لك ايه، انتوا بعمل المفرمه دي قلت لي عندكم 5 مفرمات. تمام. اللي جوه بتاعت الطعميه وكده وهنا بتفرم التوم. الطعميه بتاعت الكفته لوحديها وبتاعت اللحمه لوحديها. ما تشتغلش بقى حاجه تانية يا اي. اللي هي يعني اللي كان بتاع الكفته يفضل بتاع كفته ولا تنضفه؟ في العيد الكبير كله يشتغل لحمه. كله لحمه طبعا. كله كنس، كله دغيس، كله بتاعت الفلفل، بتفرم عليها جزر، بتفرم عليها ليمون، اللي بتفرم عليها محلات السمك التخليل بتاع اي حاجه عامه المطاعم. بس يعني فتغسل كله وتشغل بقى كله من اول كله بقى في ده الكلام ده بقى والسلك ده يتقلب بقى لحمه لما خلاص بقى كروسان طيبه لو راحت بقى خلاص موسم خلص يبدا موسم جديد. واحنا ماشيين هنسيب لك بقى هديه ايمن. اتفضلي يا ساره. زميلتنا ساره بتعمل بورتريه لكل الضيوف اللي احنا بنسجل معاهم عشان تفتكرنا بيه ومختوم. انا سعيد وسعادتي دي لا تقدر بمال. والله العظيم كم مره انتوا شرفتونا ونورتونا وانا مش يعني مش عارف اقول ايه. خمس مكانات بيحكم عن شقى الستات، بيحكم عن عيون بتقوم من النجمه عشان قوتها، وعن ستات ما بتقصرش وشايله جوازها وبيوتها، طعمية وكفتة وتوم مفروم والوقفة بتاعه طول اليوم. ده شقاها يهون من كلمة شكر وبتنسى إنها تعبانة. مفيش في الدنيا دي أجمل من الست الجدعة الشقيانة.